مباشرة من قلب الحدث معكم الدشوش مراسل البنا والتصنيف والماكلة الزمنية بتبيع على التلفزة الوطنية كل نهار من ولاية وكل ولاية وطنجرتها وكل طنجرة وريحتها. رمضانكم مبروك، مرحبا بكم في ريحة رمضان النيوز. ورائحة أخرى يا إلهي، رائحة أخرى، فندق الغلة على ما أعتقد، فندق الغلة، فندق الغلة. أنا بديت نشم في ريحة بنينة وأنا خلقة ضعيفة وما نجمش. إذن نتقابلوا في ريحة رمضان وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير.